السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنكمل الجزء المتبقي من learning outcome 3، مادة fundamentals of thermodynamics and heat engines. وإحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن ال outcome التالت كله خاص عندي عن أو بيتكلم على ال heat transfer، وكنا شرحنا قبل كده طرق انتقال الحرارة سواء conduction أو convection أو radiation، وتعمقنا شوية في الجزء الخاص بالكوندكشن والكونفكشن، وخدنا مسائل كتير على الكومبوزيت وول، لأن ده اللي موجود عندي في الكريتيريا اللي ممكن يجي عليها مسائل. تمام، هنبدأ دلوقتي مراجعة سريعة مع بعض على الجزء اللي اتشرح قبل كده، وبعد كده هنكمل في الجزء الخاص بالهيت اكستشينجر أو المبادلات الحرارية. تمام، طيب دلوقتي عندنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلت ان انا عندي 3 طرق لانتقال الحرارة اللي هم الكوندكشن والكونفكشن والراديشن. تمام، وقلنا ان احنا عندي ديت صورة بتوضح عندي انتقال الحرارة. لو انا عندي هنا ده مصدر لهب او اشتعال، عندي الحرارة بتتنقل. لو انا ماسك مثلا عندي اللي هو الإناء اللي موجود عندي ده، فالحرارة هتوصل لإيدي عن طريق الراديشن. طيب المية اللي جوه بيبقى عندي ده كونفكشن. طيب أنا بسخن في الجزء ده، هتبدأ الحرارة تنتقل لغاية لما توصل لليد اللي موجودة ديت عن طريق الكوندكشن. تمام، وديت صورة زي الصورة اللي فاتت طبعا، واتكلمنا عليها المرة اللي فاتت بالتفصيل. وقلنا ان انا عندي القانون الخاص بالكوندكشن اللي هو بيحكمني، اللي هو الفريرز لو، اللي هو الكيو بيساوي الكي في الاي في الدلتا تي على الدلتا اكس. وبعد كده خدنا بعض الامثله عليها، وقلت ان القانون عندي اللي هو القانون الكوندكشن ازاي بستخدمه كل ترم فيه هو عباره عندي عن ايه. خلاص، واتكلمنا على الثيرمال ريزيستنس، وقلت ان الثيرمال ريزيستنس بتساوي ال على الكي في الاي في حاله الكوندكشن، وبتساوي اللي هو 1 على ال H في ال A في حالة الكونفكشن. وعرفنا ازاي ان احنا نحسب الريزيستنس في حالة الثيرمال ريزيستنس في حالة لو كانت متوصلة توالي او كانت متوصلة توازي. خلاص، وخدنا مسائل على الكلام ده. تمام، وخدنا مسائل برضو على الكومبوزيت وول، وازاي ان انا اقدر احل اي مسألة تقابلني كومبوزيت وول. ماشي، بعد كده دخلنا عندي في الكونفكشن، وقلت ان القانون الحاكم للكونفكشن اللي موجود عندي اللي هو الكيو بيساوي الاتش في الاي في الدلتا تي، وعرفنا ان الاتش هي الكوفيشنت اوف ايه، اوف كونفكشن، واليونت بتاعتها وات بالمتر سكوير كلفن او سيليزيوس. تمام، طيب ده بالنسبة لنا. وبعد دخلنا او خدنا مقدمة بسيطة جدا عن الراديشن، وقلت ان الراديشن بيساوي اللي هو الابسلون في سيجما في تي اس 4، طبعا لازم تكون الوحدة بتاعتها بالكلفن، والسيجما ديت هي بولتزمان كونستانت، ستيفن بولتزمان كونستانت، والابسلون اللي هي الاميسيفتي على حسب الجسم ده هو عبارة عندي معايا عن ايه. تمام، طيب الجزء اللي بعد كده المفروض اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو الخاص بالهيت اكسشينجر. في عندي انواع كثيرة جدا من الهيت اكسشينجر، المبادلات الحرارية، فاحنا مش هنركز يعني او ان احنا مش هنتعمق في حاجة، لان ده اصلا لوحده ممكن يعني مجالاته كتير جدا، او الشرح فيها هيطول يعني محتاج له ترم لوحده عشان اتكلم على الهيت اكسشينجر. فاحنا هنتكلم على الموضوع او على الجزء النظري سريعا قبل ما نبدا نحل مسائل. والدكتور اعتقد ان هو في المحاضرات اللي رفعها على الموقع مغطي الجزء ده. تمام، طيب هناخد مقدمه سريعا يعني ايه هو اصلا الهيت اكسشينجر. هو ده كمبادل حراري بستخدمه ان انا بنقل، يعني لو انا عندي فلويد عايز ان انا اسخنه او ابرده، ببدا ان انا لو انا عندي فلويد عايز اسخنه ببدأ ان انا اعديه او اعدي عليه وسط اعلى منه في درجة الحرارة، بحيث ان هو يكتسب منه حرارة، ودرجة حرارة الفلويد ده تبدأ ان هي ترتفع. او لو انا كنت محتاج ان انا ابرده، ببدأ ان انا اعديه على فلويد درجة حرارته اقل منه، فهيبدأ ان هو يفقد حرارة، وبالتالي ان هو درجة حرارته تبدأ تقل. وطبعا ليه استخدامات كتيره جدا الهيت اكسشينجر، ممكن نلاقيها ان انا في عمليه التسخين، او عمليه التبريد الريفريجريشن، او عمليه التكييف الكونديشننج، مصانع كتير في الباور بلانت، محطات انتاج الكهرباء. خلاص، في تطبيقات ليه كتيره جدا، فاحنا هندرس سريعا بعض الانواع اللي موجوده.
خلاص اللي انا ممكن اصنفها سواء زي ما احنا شايفين النوع اللي موجود عندي ده البارل الفلو، ده بيوصف حركة المائع اللي موجود عندي. بارل الفلو يعني هو التو فلويد اللي يحصل ما بينهم تبادل حراري داخل، هو ما بيحصلش ما بينهم ميكس ولكن هما داخلين من نفس الاتجاه. يعني بمعنى لو احنا شايفين كده، لو انا قلت ان الاحمر ده هو الفلويد اللي درجة حرارته عالية وان اللي باللون الازرق ده هو الفلويد اللي درجة حرارته قليلة، تمام؟ طيب دلوقتي سواء بقى انا كنت اللي كان اللي انا اللي درجة حرارته عالية عايز ابرده او اللي درجة حرارته قليلة عايز اسخنه، ايا يكن الغرض من الهيت اكسشنجر ده ايه، بس احنا دلوقتي بنتكلم على يعني ايه برل الفلو. لو انا جيت بصيت هلاقي ان الدخل عندي بتاع الفلويد الهوت هو نفس الاتجاه بتاع الفلويد ايه، بتاع الفلويد الكولد، خلاص، والخروج هو نفس الخروج، ده بنسميه بارل فلو. ولازم أن نركز عليه لان البارل والكاونتر فلو ده جاي عليهم اكتر من سؤال في الامتحان، خلاص. يبقى ده عندي بارل فلو. في عندي نوع تاني اللي هو الكاونتر فلو، هلاقي ان الموضوع ايه، هلاقي ان الدخل عندي بتاع الكولد خلاص هو الخارج عندي بتاع ايه، بتاع الهوت، والخارج بتاع الكولد هو الداخل بتاع الهوت، يعني كاونتر فلو، يعني الاتنين الدخل عكس بعض، تمام. في عندي بعد كده نوع تالت اللي هو الكروس فلو، الاتجاه الفلو بيبقوا الاتنين بيربنديكولار او متعامدين على بعض زي ما هو واضح عندنا في الشكل اللي موجود عندي ده، تمام. طيب نيجي بعد كده نقول الانواع، هلاقي في انواع كتيره جدا من المبادلات الحراريه. هلاقي في عندي الدبل بايب اللي هنتوسع برضو في دراسته ان شاء الله. الدبل بايب ده بيكون عبارة عندي عن ايه، عبارة عندي عن ماسورتين جوا بعض، في الماسورة اللي جوا الانر تيوب ماشي فيها فلويد، والاوتر تيوب ما بين التيوب الانر وما بين الاوتر بيبقى ماشي فلويد تاني، ايا يكن مين فيهم هو البارد وايا يكن هو مين فيهم درجة حرارته عالية، خلاص. بس المهم ان انا عندي دبل بايب، يبقى في عندي ماسورتين، الماسورتين اللي جوه ماشي فلويد والاوتر ماشي فلويد تاني، بيحصل ما بينهم تبادل حراري. تشيل اند تيوب، وفي عندي البليت هيت اكسشنجر، وفي عندي البليت اند تشيل هيت اكسشنجر، في عندي انواع كتيره جدا. فهنبدا نتكلم سريعا على الدبل بايب هيت اكسشنجر والتشيل اند تيوب والبليت هيت اكسشنجر والايه والسبيرال هيت اكسشنجر، تمام. طيب دي صورة بتوضح عندي الدبل بايب. الدبل بايب دي كلها بتبقى ماسورة، وادي عندي ادي الفلويد، الفلويد الكولد هيبدأ ان هو يخش عندي كده، والفلويد الهوت هيبدأ يدخل منين، من هنا. ده كده لو انا جيت اصنفه هقول ايه، هلاقي ان ده كاونتر. ليه؟ لان الدخل بتاع الكولد هو الخارج بتاع ايه، يعني في نفس اتجاه ايه، الخارج بتاع الهوت. وادي عندي هنا هلاقي ان الدخل عندي بتاع الهوت هو الخارج بتاع ايه، بتاع الكولد، فده نوع من الانواع. بس ده ايه، ده بارل، يعني هو دبل بايب ولكن هو كاونتر فلو هيت اكسشنجر، كاونتر فلو هيت اكسشنجر موجود معانا هنا. طيب في عندي هلاقي ده شكله ممكن يكون موجود في الصناعه زي ما موجود زي ما باين قدامنا كده، ان انا ممكن ادخل عندي الفلويد يخش في الماسوره الانر ديت، والاقي في فلويد تاني ممكن يخش ما بين الانر اللي موجوده هنا ديت والايه والاوتر والماسوره الخارجيه ديت، يحصل ما بينهم تبادل حراري، تمام. بيستخدم في ايه، بيستخدم في الباسترايزيشن، عمليات اللي هي اللي بنسميها عمليات البسترة، خلاص، ان انا ارفع درجه حراره الماده او المنتج اللي موجود عندي، برفع درجه حرارته، وبعد كده ان انا اعمل له تبريد مفاجئ بحيث ان انا اقدر اتخلص من البكتيريا اللي موجوده او الكائنات الدقيقه اللي موجوده عندي، فابدا ان انا اتخلص منها عن طريق عمليه البسترة. فهو الفكره ان انا عندي فلويد ودرجه حرارته انا سخنته، يعني رفعت درجه حرارته عاليه، بعد كده ان انا بعرضه او بعمل تبادل حراري مع فلويد درجه حرارته قليله، يحصل عندي تبريد سريع، تمام. في عندي عمليه الهيت ريكفرنج او البري هيتنج. البري هيتنج ان انا ممكن زي ما هنقول ايه، ان انا في عمليات في محطات الكهرباء، خلاص، انتاج الكهرباء، فعشان اوفر عندي في الفيول، يعني لما اجي بدخل ميه على الغليات، خلاص، فدلوقتي عشان ارفع درجه الحراره من الميه اللي هي العاديه
تخرج لي درجة حرارة سوبر هيتد ستيم، فايه اللي هيحصل؟ ان انا هبدأ ان انا استهلك كمية وقود عالية جدا عشان ارفع لدرجة الحرارة دي. فعشان اوفر في الموضوع ده بيفضل ان انا ادخل درجة حرارة المية ما تخشش عند 25 او 30، لا ممكن ادخلها عند 40 50، يعني درجة حرارة مرتفعة، لان الموضوع هيوفر معايا فول، ان انا مش هستهلك فول كتير بحيث ان انا ارفع درجة حرارة المية اللي موجودة ديت عندي تبقى سوبر هيتد ستيم. فبعمل ايه؟ ببدأ ان انا سواء بقى عادم موجود عندي او ان انا باخد بليدنج من التربينه، خلاص ان انا اجيب مصدر او فليو درجه حرارته عاليه وابدا اعمل تبادل حراري مع الميه اللي موجوده عندي اللي داخله البويلر في درجه الحراره العاديه، يبدا ان الميه اللي داخله البويلر تبدا درجه حرارتها ترتفع وتخش البويلر، ما اقدرش في الحاله ديت ما استهلكش كميات وقود عاليه. تمام، ديت عمليه البري هيتنج. طيب النوع التاني طبعا ده كده كان النوع الاول اللي هو الدبل بايب. في عندي نوع تاني اللي هو التشيلند تيوب، فبيبدا ان انا عندي سي مثلا ادي تيوبس كتيره ديت بيبدا يخش المائع موجود في قلبها تيوبس كتير جدا، بيبدا عندي هنا ممكن ادخل من هنا الهوت او الكولد فلويد يبدا ينزل على التيوبس ديت يبدا ان هو ايه يبردها او يسخنها على حسب الاستخدام. طب الفكره بتاعته ايه؟ الفكره بتاعته ان انا بزود مساحه السطح المعرضه لانتقال الحراره، بدل ما كانت تيوب واحده وحواليها الجدار الخارجي بتاع التيوب هو اللي بيبدأ ينقل الحرارة، لا ده انا هلاقي ان انا عندي كم كبير جدا من التيوبس، فبزود. تخيل بقى ده كل تيوب لها مساحة سطح معرضة للفلويد اللي نازل هنا اللي هو السخن ده، فهتبدأ تمتص منه حرارة، فبزود الكونتاكت اريا عشان ازود انتقال الحرارة. تمام، ده في الشيل اند تيوب. وفي صورة عندنا ممكن توضح لنا شكل التشيلند تيوب. انا عندي مثلا ادي المواسير الخاصه بالميه مثلا البارده اللي عايز اسخنها، يبدا الميه البارده تبدا تدخل تمشي في المواسير هنا تبدا تلف معايا كده وتبدا تتحرك تاني وتخرج من هنا. طيب هتمتص درجه الحراره منين؟ انا ببدا ان انا ازود هنا، ادي الميه السخنه مثلا خلاص او الفلويد السخن اللي انا عايز اسخن بيه، بيبدا ان انا احط عوائق زي ما هي باين عندنا كده بنسميها البافلز، يبدا الفلويد ده يتحرك في الاتجاه ده يبدا يتحرك في الاتجاه ده، بزود المده اللي هيفضل فيها الفلويد، يعني ما يتحركش من هنا يجي يخرج من هنا على طول، لا ده انا بحط البافلز ديت بحيث ان هي تزود الفتره والمساحه اللي ممكن ايه اللي ممكن يتعرض لها الايه المواسير اللي موجوده عندي. وطبعا عدد المواسير كبير جدا، ليه؟ عشان بدل ما كانت ماسوره واحده ان هي السطح الخارجي ده هو المعرض لانتقال الحراره، لا ده انا بقى عندي عدد كبير جدا من المواسير، فهيزود الريت اوف هيت ايه اوف هيت ترانسفير. تمام، ده نوع بنسميه اللي هو تشيل اند تيوب. طيب بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في الكولينج اوف هيدروليك فلويد، عمليات التبريد للهيدروليك المواعي الهيدروليكيه، في الانجن اويلز، بيستخدم في تبريد السويمنج بولز، خلاص يعني ليه استخدامات برضو كتيره جدا. في عندي بعد كده اللي هو البليت هيت اكسشنجر. البليت هيت اكسشنجر بيبقى عندي طبقات بليتس كتيره جدا كومباكت مع بعض، فبيبدا عندي ان الهوت يبدا ان هو يخش من اتجاه والكولد بيخش من اتجاه يبدا يتحرك، فبلاقي ان انا عندي لان هي بليتس كونتاكت كتير مع بعضها والماسوره ماشيه من الاتجاه ده، فيحصل عندي انتقال حراره سريع عن طريق الكوندكشن، لان الميه هتوصل للبليتس اللي موجوده ديت والحراره هتبدا تنتقل. مثلا لو انا دخلت من هنا درجه الحراره عاليه خلاص هتبدا ان هي توصل للبليتس اللي موجوده دي، فالبليتس ديت هتبدا تنقل للايه لباقي البليت اللي موجوده، فهتبدا ان الميه الساقعه ديت معرضه طبعا هنا او متلامسه مع البليتس ديت هتبدا تسحب منها ايه تسحب منها حراره. ده شكل بيوضح عندي اللي هو البليت. طبعا الطبقات دي كلها بتكون كومباكت زي دي كده بالظبط، يعني كله مضغوط مع بعض خلاص. فهلاقي عندي هنا زي ما احنا شايفين ان الهوت لو هو داخل من هنا الكولد يبدا يدخل، فطبعا الهوت هيفقد حراره للبليتس اللي موجوده عندي ديت، والكولد هيبدا ان هو يسحب الحراره ويبدا ان هو يخرج. ليه استخدامات طبعا، ليه استخدامات كتير جدا، وزي الووتر هيترز، الكولينج تاورز، الفري كولينج، الوست هيت ريكفري، الهيت بامب، خلاص يعني ديت استخدامات للبليت هيت اكسشنجر.
في عندنا اخر نوع هنتكلم عليه برضو سريعا، اللي هو السبيرال هيت اكستشينجر، خلاص، او الشكل اللي بيكون واخد شكل عندي الكويل الملف او الشكل الهيليكال اللي هو الحلزوني، خلاص بيبقى واخد الشكل ده كده، تمام. طيب بيبقى عندي هنا ان انا بدخل الهوت من التيوب اللي موجودة هنا ديت، خلاص، ويبدأ عندي الكولد بدخله منين؟ من الجزء اللي بره ده. طبعا الهوت هيبدأ يتحرك بياخد الشكل اللي هو الهيليكال اللي موجود عندنا ده، خلاص هيبدأ ان هو يتحرك في الشكل ده لغاية ما يجي ان هو يخرج منين؟ من واحد، يعني واحد اهوت اللي هو الهوت، هيبدأ يدخل، هيبدأ يتحرك يتحرك يتحرك، يخرج منين؟ يخرج من واحد. الكولد بقى اللي انا عايز اسخنه، خلاص، او لو انا كنت عايز ابرد الهوت، ايا يعني يكن، زي ما انا قلت انا اللي مطلوب مني عايز اعمل ايه، خلاص. الكولد يبدأ يدخل، طبعا طول ما هو داخل كده بيسحب حرارة منين؟ بيسحب حرارة من الهوت اللي خارج ده، فيبدأ يسحب حرارة يسحب حرارة طول ما هو داخل داخل لغاية المركز اللي عند درجة الحرارة العالية، وبعد كده أبدأ إن أنا فين أسحبه من هنا، خلاص، من عند أعلى درجة حرارة. طب الألوان اللي موجودة دي بتوضح لي زي نظام توزيع الحرارة، يعني مثلا أنا مدخله هنا طبعا كان أحمر قوي كده، فأحمر فاتح بالشكل ده، فبيبدأ إن هو مع الوقت بيبدأ إن هو يفقد درجات الحرارة، يفقد درجات الحرارة. ده كان أزرق، مع الوقت إيه اللي بيحصل؟ اللون بتاع الأزرق ده بيتغير بيتغير، لأنه بيكتسب حرارة لغاية لما يخرج باللون اللي هو البرتقالي ده، فهو ده هنا بيكتسب حرارة، تمام. اللي بيفقدها ايه؟ بيفقدها رقم واحد. برضو ده ممكن استخدمه في عمليات البصارة، عمليات اللي هو الاكزوهوست اند اير هاندلنج سيستم، في عمليات المعالجات البوليمرات وكده، خلاص، ديات استخداماته. طيب عشان اختار عملية السليكشن للهيت اكستشينجر، فلاقي عوامل كتيرة جدا بتتوقف معايا، زي الكوست، البريشر ليميت، الثيرمال برفورمانس، الرينج بتاع درجات الحرارة، الفلويد فلو كاباسيتي، الكلينابيليتي والمينتنانس والريبير، يعني عمليات الصيانة ذات نفسها بتأثر معايا، لأن كل ما الموضوع عملية الصيانة بيكون الموضوع سهل، كل ما الموضوع بيوفر معايا كتكلفة ويوفر معايا وقت صيانة، تمام. عمليات المينتنانس نفسها، لما يكون عندي مثلا في البليت، لو حصل عندي في الجزء البليت في حصل عندي تآكل او ايا يعني يكن، ممكن اغير البليت. في التشيلاند تيوب بيبدأ ان هو يضغط مية عند ضغط عالي جدا، بحيث ان لو كان في اي ترسبات يبدأ ان هو يشيلها، وكان يعني كان في شبرا كانوا بيعملوا، كانوا بيضخوا مع الكلام ده كور، كور ديت اللي هي عامله زي البلاستيك كده، خلاص، نوع من انواع البلاستيك، بيعملوا لها ضخ تحت ضغط عالي، فبتبدأ وهي يدوب يعني قطر الكوره على قد قطر الماسوره، خلاص، وتحت الضغط العالي ده بتبدأ الكوره تعدي من الماسوره، وبتبدأ ان هي ايه، تبدأ ان هي تنضفها، خلاص. دي كانت مقدمه سريعه عن الهيت اكستشينجرز، تمام. طيب